بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي بقى المحاضره رقم 14. المحاضره رقم 14 ده يا جماعه هناخد فيها حاجه مهمه اسمها ريدندنت. يعني ايه كلمه ريدندنت؟ لما بنيجي نصمم اي شبكه بيبقى عندنا 3 لاير، تمام كده، سويتشات محطوطه في الاكسس لاير زي ما قلنا قبل كده. في كل دور تقريبا بيبقى فيه سويتش بنسميه اكسس سويتش، تمام. بعد كده بنجمع السويتشات اللي موجوده في المبنى كلها على سويتش او اتنين، ويفضل طبعا يكون سويتشين او ثلاثه علشان حكايه الريدندنت. فالسويتش ده هربطه مره كده ومره كده، هربطه مره كده ومره ايه كده، هربطه اهو كده ومره كده. وبنسمي اللاير الثانيه دي ديستريبيوشن لاير. وبعدين لما باجي عندي مجموعه من المباني عايز اربطها مع بعضها فبجيب ايه سويتش بقى كور اهو، وغالبا بيبقوا برضو كام سويتش، اتنين كور اهو. طبعا كل ما تعمل ريدندنت اكتر الكوست بيزيد بس الافيلابيلتي بتزيد، صح كده؟ طيب لما جم يعملوا الموضوع ده لقوا ان عندهم مشكله. هو طبعا ليه انا بكرر اللينكات يا عم باسم؟ بكرر اللينكات علشان لو واحد وقع التاني شغال، مش دي الاجهزه بتاعت اليوزر اهي بقى اهي. فلو اللينك ده وقع في لينك تاني شغال اهو، طريق تاني، لما اللينك ده يقع التاني شغال. لما جم يعملوا الريدندنت ده ظهر لهم مشاكل. ايه هي المشكله؟ تصور لو انت عندك رسمه بالشكل ده اهو، هما تلات مشاكل ظهروا قدامهم. تصور لما يكون عندك رسمه بالشكل ده وجي عم باسم راح عامل ريدندنت. ريدندنت ازاي؟ قام عامل كذا طريقه اهو، كل سويتش من دول بيوصل للتاني بطريقين، صح كده؟ طيب انا عندي الجهاز الاولاني ده الماك اي، الجهاز التاني الماك بي. تصور لو الجهاز ده بيبعت مسج برودكاست، يعني في حاله البرودكاست مسج. يعني ايه برودكاست مسج؟ بيدور مثلا على اي بي، معاه اي بي وبيدور على ماك بيعمل ارم. احنا عارفين ان كل جدول بيبقى جواه ايه؟ جدول، صح كده؟ اسمه ايه الجدول؟ ماك ادرس تيبل. بيبقى فيه رقم البورد والماك اللي متوصل بالبورد ده. فلو عند البورد ده رقمه واحد اهو، البورد ده رقمه اتنين اهو. طيب هنا مثلا البورد رقم واحد اتنين تلاته اهو، هذا الماك ادرس تيبل في واحد اتنين تلاته. طب وهنا؟ هنا اتنين تلاته واحد، برضو نفس الكلام، واحد اتنين تلاته اهو. تصور كده لو الاي ده بيبعت برودكاست مسج على اف 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 12 اف، صح كده؟ مش دي برودكاست مسج، ديستنيشن برودكاست فريم. المسج تطلع من الاي تروح للبورت رقم كام؟ واحد. يقوم مسجل ده الاي موجود على البورت رقم واحد. طب دي رساله ايه؟ برودكاست، يخرجها من كل البورتات بتاعته. تروح للسويتش اس دبليو 2 ده اس دبليو 1، يستقبلها على البورت رقم كام؟ يقول ان الاي موجود على البورت رقم واحد، مش هو بيسجل الراجل اللي بيبعت؟ طب دي رساله برودكاست فيها 12 اف، هيسكت؟ يقوم باعتها لكده. طب ما في فريم رايح لده اهو، يسجل ده اس دبليو 3، يسجل ان الاي موجود على البورت رقم كام؟ اتنين اهو. وجاي له مسج ثانيه برضه مكتوب فيها الايه، بس المره دي جاي له من على البورت رقم كام؟ ثلاثه. هيسكت الفريم ده؟ هيسكت؟ يبعت لي ده، فده يسجل ان الايه موجود على البورت رقم اتنين. هيسكت؟ يبعت لي ده، فده يسجل ان الايه موجود على البورت رقم ثلاثه. وتستمر بقى ان كل سويتش يجي له فريم يقعد يكريت منه نسخه ويبعت من كل البورتات بتاعته. فبيعمل لك مشكله كده الاولانيه عندنا اسمها برودكاست ستورم، عاصفه من البرودكاست. البرودكاست ده مش هتقف، ده انا هعملها لكم دلوقتي، اخلي السويتشات ايه تقعد تجري ورا بعضها كده. ده كمان ايه
طب لما سويتش اس دبليو 1 ده يجي يبعت مسج للاي، يبعتها له على البورت رقم 1 ولا البورت رقم 3؟ كمان بتعمل مشكله تانية اسمها انكونسيستنت داتابيز، ان المكات اللي موجوده عندنا الداتابيز، ان المكات اللي موجوده عندنا مره مسجله على بورت 1 ومره مسجله على بورت 2 ومره مسجله على بورت 3، فانا مش عارف الماك ايه ده موجود على انهي بورت بالظبط. ده لما جهاز يعمل ايه برودكاست، عمل كام مشكله؟ مشكلتين. خلاص يا عم ملوش لازمه الريدندنت بقى، شيل اللينك اللي انت عامله. طب انا اعمل ريدندنت يا عم عشان لما اللينك التاني يقع التاني يشتغل، فالريدندنت عمل لي المشكلتين دول. ايه لا 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 لسه بقى هتشوف هو الدنيا ماشيه ازاي. طيب الحاله الثانيه، لو انت عندك نفس الرسمه اهي، اهو اهي اهو يا معلم، ده سويتش وده سويتش وده سويتش تاني اهو، بس المره دي بقى الاي عايز يبعت يونيكاست مسج لمين؟ للبي. برضو عندك ثلاث جداول اهو، ثلاث جداول اهو اهو، هذا الواحد اتنين تلاتة، هذا واحد اتنين، هذا اتنين، هذا اتنين تلاتة، هذا واحد، صح؟ انا عندك الايه دلوقتي عايز يبعت مسج لمين؟ للبي. المسج تطلع من هنا تروح للبورت رقم كام؟ واحد، يسجل الاي موجود على البورت رقم واحد. انا اعرف البي، الجدول عندي فاضي ما فيهوش حد اسمه بي، فالراجل ده يعمل ايه؟ برودكاست. ده يسجل ان الاي موجود على البورت رقم كام؟ واحد. انا اعرف البي، ما اعرفش البي، اعمل برودكاست. فالسويتش ده هيجي له ايه؟ برودكاست مكتوب فيه بي ومكتوب فيه بي، فالراجل ده هيعمل ايه؟ الراجل ده هيعمل ايه؟ هيبعت المسج بتاع البي، البي دي كام مره؟ مرتين. فتالت مشكله عندنا لما تيجي تعمل يونيكاست فريم، ان الديستنيشن هيوصله نسختين او اكتر من الفريم، تو اور مور كوبي فروم ايه فريم. يبقى انا عندي ثلاث مشاكل. لما تيجي تعمل برودكاست يقعدوا يعملوا ايه؟ كريتوا اللوب ده، كل شويه واحد يعمل ايه؟ برودكاست فريم ويبعت اللي جنبه، كل برودكاست فريم ويبعت اللي جنبه. تاني حاجه الداتابيز مش تبقى مظبوطه، هيبقى فيها معلومات غلط. تالت حاجه عندنا لو انت بتعمل يونيكاست، يبقى الجهاز الديستنيشن ده هيوصله كام فريم؟ اتنين او اكتر من نفس الفريم. طب الحل، الحل ان احنا نيجي نقطع ريدندنت اهو. طب لو قطعناه فيزيكال، احنا عايزينه على طول يشتغل اول ما البرايمر ده ينقطع، مش هينفع. فهم عاملين سوفت وير مخصوص بيقطع لك الريدندنت وينتظر لحد ما البرايمر لينك ده ينقطع. لو البرايمر لينك ده انقطع يشغل مين؟ الباك اب. يعني بصوا كده في الباك تريسر اهو، شوفوا اللي بيحصل من غير ما اعمل حاجه خالص اهو. اهو هذا السويتش الاولاني اهو، طخ 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 اهو، وده اللينكات ايه كروس ما بينهم اهو اهو، تمام اهو اهو. صغر بس البورت ليبل عشان تبان معانا اهو. فين الليبل يا عم؟ شيله خالص، مش مهم بورت ليبل دلوقتي اهو. ايه ده؟ في لينك مقطوع اهو، شايفينه؟ والباقي كله مخدر. طب لو احنا جينا طيرنا ده ايه اللي حصل؟ اشتغل. طب لو رجع ايه اللي بيحصل؟ ده في حاجه بتحصل هنا، ده في سوفت وير هنا شغال هنا،
السوفت وير ده يا جماعه اللي بيمنع عنك الثلاث مشاكل اللي احنا ذكرناهم دلوقتي، ان هو بيقطع ريدندنت لينك. طب بيقطع ريدندنت لينك هيستفيد منه ايه؟ هيبقى مفيش غير طريق واحد، فالثلاث مشاكل اللي بيحصلوا معانا انحلوا. طب لو الطريق البرايمر ده وقع اوتوماتيك يشغل مين؟ الباك اب. اللي احنا بنقول عليه ده اسمه السبانينج تري بروتوكول، هو ده الحل بتاعنا اللي بيبقى موجود ما بين السويتشات وشغال باي ديفولت. انا هشرح لكم اهو السبانينج تري بروتوكول ده بيشتغل ازاي بقى. فهو بيشتغل على البورتات يا جماعه، على البورتات الترانك اللي ما بين السويتشات وبعضيها، تمام كده؟ البورتات اللي ما بينهم ترانك، مش على الاكسس يعني. ماشي، هو بيقول لك بيشتغل على البورتات ترانك باي ديفولت، تمام كده؟ مع ان هو شغال اوتوماتيك كمان على الاكسس اهو، شايف اهو، بس احنا هنوقفه كمان شويه كده على الاكس لانه ملوش لازمه، هيقعد من 30 ل 50 ثانيه اهو يقعد يعمل عمليات الحسابيه بتاعته عشان يتاكد ان ده مش سويتش. فهو اساسا بيشتغل على ايه يا باسم؟ على البورتات الترانك اللي ما بين السويتشات، تمام؟ بس باي ديفولت هو شغال على كل سويتش ترانك وغير ترانك، حلو؟ تمام. طيب السبانينج تري بروتوكول دوت بيشتغل ازاي؟ اللي انا هشرحه دلوقتي، لان السبانينج تري بروتوكول في منه اكتر من نسخه، اسمه الكومن سبانينج تري بروتوكول. خد ستاندر اي تريبل اي 802.1 دي. يبقى السبانينج تري بروتوكول هو الاسم العلمي بتاعه ايه؟ اي تريبل اي 802.1 دي. قال لك لما نيجي نعمل البورتات الترانك ونعمل ريدندنت، عشان السبانينج تري يشتغل، السبانينج تري اوبريشن بيتم باربع مراحل. اول حاجه بنختار لنفسنا حاجه اسمها الروت بريدج، تاني حاجه بنختار حاجه اسمها الروت بورد. ايه ده، كل العمليه دي بتتم وانا قاعد نايم؟ تالت حاجه بنختار حاجه اسمها ديزاينيتد بورد. طب رابع حاجه بنختار بورد اسمه نون ديزاينيتد بورد. انا هشرح اقول الاربع خطوات دول، دول بنسميهم السبانينج تري بروتوكول اوبريشن. حاجه اسمها الروت بريدج، الروت بورد، حاجه اسمها ديزاينيتد بورد، حاجه اسمها نون ديزاينيتد بورد، وهو ده بقى البورد اللي بينقطع اللي هو اسمه نون ديزاينيتد بورد. ده اللي بيحصل له ايه يا جماعه؟ بلوكينج. تيجي كده نشوف مع بعضنا ازاي العمليه بتتم الاربع خطوات. يبقى علشان نختار بورد نقطع من عنده، السبانينج تري بيقوم باربع خطوات، باربع بروسيس. اول حاجه الروت بريدج، الروت بورد، ديزاينيتد بورد، والنون ديزاينيتد ايه بورد، تمام كده؟ تعالوا نشرح كده مع بعض. لو انا عندي رسمه بالشكل ده اهو، ده سويتش واحد، ده سويتش اتنين، ده سويتش تلاتة. اول خطوة عندنا في السبانينج تري حاجة اسمها الروت بريدج سيليكشن، هنختار ريس ما بيننا. سويتشات بتختار ما بينها وبين بعضها ريس، بيختاروا بناء على ايه يا ابو حميد؟ السويتش بيبعت مسج اسمها البريدج بروتوكول، بروتوكول داتا يونت، والمسج دي بتنبعت كل ثانيتين بريودك ما بين السويتشات. زي انا بقول لكم دلوقتي يا رجاله احنا عايزين نختار ما بين رئيس، فكل واحد يرمي الكارت بتاعه، يرمي بطاقته، ده اللي بيحصل بالظبط. فكل واحد في حضراتكم هيطلع بطاقته ويرميها، حلو؟
البطاقة دي مكتوب فيها ايه بقى؟ الكارت ده مكتوب فيه ايه؟ الرسالة بتاعت البي بي دي مكتوب فيها ايه؟ مكتوب فيها حاجات كتير، بس اهم جزئين فيها جزء اسمه الروت بريدج اي دي، رقم رئيسي، وحاجة اسمها البريدج اي دي. الروت بريدج اي دي مقسوم حتتين، حاجة اسمها بريوريتي وماك. طب البريدج اي دي برضو بريوريتي وماك، ايه القصة؟ هو حد شاطر كده يقول لي السويتش له كام ماك اللي بيستخدمه بين السويتشات بعضيها؟ لا، واحد بس، سويتش له ماك واحد بس، اسمه البيز ماك. اسمه ايه؟ اسمه البيز ماك اهو. اما كل بورت على السويتش له ماك بس مش مستخدم، تمام كده؟ بس انا ما عنديش غير ماك واحد يا مصطفى ليه؟ السويتش بيتعامل بيه مع الناس، اسمه البيز ماك. فلو هفترض ان الماك ده A، الماك ده B، الماك ده C، كل واحد في الاول بيفتكر نفسه الريس، فبيحط المعلومات بتاعه البطاقه بتاعته اللي هي البريدج اي دي هي هياها هي المعلومات بتاع مين؟ الرو بريدج. يعني على سبيل المثال بنيجي كده، لو افترضت ان الجهاز ايه السويتش ده الماك بتاعه ايه اهو، طب البريوريتي، البريوريتي ده رقم من الزيرو لحد 65536، باي ديفولت في سيسكو هو رقم 32768. باي ديفولت في سيسكو كام؟ 32768. حلو الكلام كده؟ فيبقى الاي ده الماك ادرس بتاعي. طب والبريوريتي بتاعتي كام؟ انا ما غيرتش حاجه اهو. طب دي المعلومات بتاعتي انا، ما انا فاكر نفسي انا الرئيس، فاحط المعلومات بتاعتي مكان برضو مين؟ الرئيس في الاول بس. ده بتاع مين؟ بتاع الايه. طب والبي؟ مو نفس الكلام يا عم، البي هيعمل نفس الكلام اهو. البي 32768 اهو، ادى البي 32768، تمام اهو. طب السي نفس الكلام اهو. يلا يا معلم بقى نبدل بفيديو مع بعض. الاول نقارن البريوريتي، لو البريوريتي واحده نقارن الماك، طب لو البريوريتي مش واحده ناخد الاقل اللوست ايه بريوريتي، طب لو البريوريتي متساويه ناخد اللوست ماك اقل ماك. حلو. طب دلوقتي البريوريتي بتاعتنا كلها ايه؟ واحده. طب ناخد الماك، الاي ب 10، البي ب 11، السي ب 12، مين الاقل؟ الاي. يبقى كده خلاص بقى الاي هو الرئيس بتاعنا، بقى الاي هو الروت بريدج بتاعنا. حلو الكلام. يبقى الاول بنعمل ايه؟ بنقارن البريوريتي. طب والله البريوريتي كلها زي بعضيها، نقارن الماك. طبعا انا اديك كوماند ازاي تلعب في البريوريتي عشان تقدر تخلي واحد منهم مين؟ الرئيس. طب ليه ما سميناهوش روت سويتش؟ ليه بيسميه روت بريدج؟ اصل الاسبانج تري ده معمول من زمان جدا قبل اسامي اختراع السويتش، فكان في جهاز اسمه البريدج كان شغال عليه الاسبانج تري. حلو خلاص كده. يبقى اول خطوه يا جماعه عندنا اللي هي مين؟ ان احنا ننتخب الروت بريدج. الروت بريدج ده بنتخبه بناء على مين؟ اللوست بريوريتي او تساوم باخد ايه؟ اللوست ماك. خلاص يا معلم بقى عندنا دلوقتي في الرسمه بتاعتنا الاي هو مين؟ هو الرئيس اهو، متوصل بده ومتوصل بده. فين الاي اهو؟ خلاص ده انتخبناه ان هو ده الرئيس. اول خطوه خلصت من السبانينج تري. بقى ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه الروت بريدج اهو، ده الرئيس. حلو. بعد ما انتخبنا الروت بريدج ما عادش حد يبعت بيبي ديو، امال مين اللي يبعت؟ الرئيس بس. يبقى اهو
بعد ما الانتخابات بتخلص ان السبانينج تري بروتوكول افتر ذا الكشن الانتخابات is finished لما بتنتهي the root bridge is the only هو switch الوحيد the only switch that a generate BBDU فده يبعت لده BBDU ده ياخد منها نسخة يبعتها اللي بعده واللي بعده يبعتها اللي بعده وهكذا بس مين اللي بيكريتها الروت بريدج وبيبعتها كل قد ايه كل ثانيتين ولو ما انتش مصدقني تعال شوف كده اهو يعني تعال اعمل سيميوليشن كده وبص يا معلم شايفين هي كريتت منين من هنا اهو لما بتنبعد لهنا ده في عند بورت مفتوح ياخدها يبعتها اللي جنبه اهو شايفين بس هي بدايتها منين من هنا فده الروت بريدج عندنا على فكره بيتعمل لوحدها بعد ما بخلص انتخابات يبقى في الاول لما كل الناس وقع في الاول بتلاقينا كنا بنبعت ايه انت ما بتدخلش حاجه بس انت ممكن تلعب بقى فيه بعد كده هقول لك ازاي تلعب فيه بعد لو ايه هلعب بقى في البريورت اللي هديك بقى الكوماندات تلعب ازاي في البريورت زي ما انت عايز تمام كده ما تعرفش تلعب في المال حلو الكلام طيب ده اول خطوه تاني خطوه عندنا بقى في الاختيار بعد ما اخترنا الكلام ده ده روت بريدج عندنا تاني خطوه يا معلم عندنا اسمها اختيار الروت بورد الروت ايه بورد اكيد بيكون من من اللي ما اخترناهمش بقى يعني ايه روت بورد تعال كده نشوف بالراحه واحده واحده مش ده خلاص قلنا ده الروت بريدج خلاص اهو ده الروت بريدج اهو فين النون روت بريدج بقى فين السويتشات اللي ماشي روت ماشي ريصه فين السويتشات اللي هي النون روت بريدج الاثنين اللي تحت دول طب ده لو بورت اهو ممكن يوصله للروت ولو بورت تاني اهو ممكن يوصله للروت السويتش ده بقى يكرر انهي بورت منهم كويس عشان اوصل بيه للروت بحدد كل سويتش بيحدد اهو طب السويتش ده لو كام بورت لو اتنين بورت واحد اهو بيوصلنا للروت وبرده اللي تحت بيوصلنا للروت طب اخد انهي واحد فيهم اقل كوست الله يكرمك تمام يبقى تاني خطوه عندنا each non root bridge اي سويتش ما خلاص ما بقتش روت select هيختار one port to reach مين to reach the root bridge to reach ايه يا جماعه the root bridge كل واحد فيهم هيختار one port اهو one port to reach مين the root bridge البورت ده بنسميه ايه بنسميه root port طب بختاره بناء على ايه يا جماعه بختاره بناء على ايه بختاره ها لكل سويتش نم لا ده هختار ليه بسوم root port وده هختار عليه root port عشان اوصل لمين للرايس للرايس root bridge طب بختار root port ازاي بناء على جدول اسمه الكوست وجدول ثابت بس احنا ممكن نلعب فيه يعني برضو غير قال لك لو انت خارج من بورت ايثرنت لو انت داخل في بورت ايثرنت الكوست بتاعك ب 100 طب لو انت داخل في بورت فاست الكوست بتاعك ب 19 طب لو انت جيجا الكوست بتاعك ب 4 طب لو انت 10 جيجا الكوست بتاعك ب 2 والكوستات ديت ثابته تمام حلو كده حلو طب الراجل ده بيحسبها ازاي بقى يا معلم افهم بقى افهم عشان ما تتلخبطش انا ممكن اخليك تجيبها لك بعينك كده على طول بس افهم بقى الراجل ده لما يجي يبعت البي بي ديو الرساله اللي احنا قلنا بيبعتها كل كام ثانيه ثانيتين بيبقى في عنده فيلد هنا اسمه ايه الكوست محطوط في ايه اول ما بيطلع من عند الروت بيبقى محطوط الكوست ده بزيرو ما كلفنيش حاجه انا طالع من عند الروت اهو تمام يقوم الرساله دي ماشيه بزيرو راح تخش فين في البورت ده اول ما تيجي في البورت ده البورت ده نوعه ايه فاصل صح
يبقى الكوست بتاعته بكام؟ يقوم محطوط جنبه هنا 19. حلو ابو حميد. والراجل ده هو ياخد الرساله بقت ب 19 دلوقتي، بقى الكوست مكتوب فيه كام؟ ما هوش دخل هنا، ما طالما دخل خلاص الكوست اتغير، زود 19 عليه، وده هيعدي الرساله دي لمين؟ للراجل ده. اول ما تخش في البورت ده الكوست بتاعها هنا كام؟ ده فاست برضو بكام؟ وكان جاي لي 19، يبقى الكوست بتاع ده كام؟ 38. 19 و19 38. طب ما في برضو يا معلم بي بي ديو جالي من هنا من فوق صح؟ مكتوب فيها كام وهي خارجه؟ زيرو. اول ما تخش هنا ده بورت رقمه كام؟ طيب يوم السويتش بقى، هل انت 19 ولا 38؟ هاخد انا بورت فيهم الاقل، يبقى ده الروت بورت بتاعي. طب مش دي بي بي ديو برضه هتعدي كده؟ السويتش ده هيعديها كده؟ 38. يبقى انا واحده منهم ده الروت بورت. كل سويتش حد نفس الروت بورت؟ اقولها تاني؟ ها ولاء معايا؟ ها معايا كده؟ هو جيجا ولا فاست او 10 جيجا على حسب سرعه البورت، على حسب الباند ويدث بتاع البورت. تمام. حتى لو كده ممكن تكون اقل فاست وفي الطريق بعيد مثلا، لو في 10 جيجا و 10 جيجا ماشي. ها حلوه. قالت ان هو بيحسب هنا على اساس ايه؟ الان، وهو داخل اهو تاني بقى اهو واحده واحده. ها عشان بيجي سؤال عليها في الامتحان دي اهو، ادي السويتش اهو، وده السويتش التاني اهو، وده السويتش التالت اهو يا معلم اهو. هنا في فيديو اهي، وهنا في فيديو اهي. هنا القص بكام؟ زيرو. راح لمين؟ اهو البورتات دي. اول ما يجي يخش على البورت ده هو انت نوعك كام؟ فاست، يبقى 19. وبعدين الراجل يخرج البي بي ديو هنا بكام يا معلم؟ 19. تروح لمين؟ للبورت ده. هو انت ايه؟ فاست 19. 19 و19 كام؟ اهو. طب هي كانت داخله هنا بكام؟ 19. يبقى مين الاحسن؟ 19 38 19. طب مين الاحسن هنا؟ لما داي ترجع هنا بقى، ما هو هنا باب 19 اهي، هتيجي تخش هنا باب كام؟ 38. مين الاحسن؟ احنا بنحل يقول لك ايه؟ هو البورت ده ايه؟ فاست، ممكن بين جنبه 19 كده. ده ايه؟ فاست 19 كده. ده ايه؟ فاست 19 كده. ونيجي نقول بقى يا عم باسم، مش ده 19؟ يبقى ده 19. 19 و19 38 كده. طب واللي فوق 19؟ طب واللي تحت 19 و19 38. حلو كده. فده بقى الروت بورت، وده الروت بورت، وده ايه يا جماعه؟ الروت بريدج. لحد كده كل سويتش حد الطريق ليه للروت بريدج. عايزين نقطع بقى، زهقنا، تعال نقطع بقى اهو. هذا السويتش الاولاني، ده الاي، ده البي، ده السي اهو. خلاص بقى اهو بقى، ده روب بورت، وده روب بورت، وده روب بريدج. تمام. وفي لسه في خطين اهو. تالت خطوه عندنا حاجه اسمها الديزاينيتد بورت. الديزاينيتد ايه؟ بورت. بيقول لك ان ايتش سيجمنت، في كل سلكه must be one designated board. كل سلكة لازم أن يكون في one designated. طب ده روت صح؟ دي السلكة اهي، يبقى اللي قدام هنا ايه؟ طيب ده روت، يبقى اللي قدامه على طول ايه؟ خد بالك بقى يا معلم، السلكة دي مفيش روت، اختار انا واحد designated الاقل كوست فيه، البي ولا السي؟ البي. تمام. مش البي اقل ماك وكلام من ده، فالاقل كوست، فيبقى ده ديزاينيتد. وده اللي فاضل نقطع عنه، بسميه نون ديزاينيتد بورت.
عندي ماك برضو هو اللي بيكون اعلى. هو الله يكرمك هو اللي يكون اعلى. طب لو البريورتي لو متساوي، لا لو البريورتي بتاعت السي كان اقل كنت اروح للسي. يبقى الاول بقارن البريورتي وبعدين اقارن بالماك. هو البريورتي متساوي صح؟ لو البريورتي متساوي يبقى الماكات يا معلم. خلاص انا قطعت اهو كده الاسبانينج تري اشتغل. ها زي البقر ده وقع، حد من دول وقع ده يقوم عدل اوتوماتيك. ها حلوه القصه دي، حلوه القصه. طب تعالى نرسم رسمه احنا بقى ونحدد مين الروت ومين الديزاينات، ولا هي جايه في البرزنتيشن؟ نعمل لكم برزنتيشن لذيذ كده. تعالوا نشوف كده مع بعض. ايه يا عم الاسبانينج تري بروتوكول؟ الاسبانينج تري بروتوكول احنا عارفين طبعا يا جماعه قبل الاسبانينج تري وقبل الكلام ده كله قعدنا ناخد سويتشنج مع بعض يا عم محمد، وقال لك ان السويتش اساسا بيتعامل مع الماكات صح يا ولا؟ وبيتعلم الانكومينج فريم، انكومينج ماك من الانكومينج فريم صح؟ لما الفريم يجي له يشوف مين اللي بعته ويسجله عنده في الماك ادرس تيبل. تمام؟ طب السويتش امتى بيعمل برودكاست من كل البورتات لو هو مش عارف الديستنيشن ماك؟ حصل؟ تمام. فاي حاجه انون بتخرج من كل البورتات بتاعه السويتش ما عدا اللي جه منه. تمام. السويتش ما بيغيرش الفريم، عمر السويتش شال الماك وحط ماك من عنده؟ لا. فالفريم اللي ماشي على السويتش ما بيتغيرش، وعشان كده كنا بنقول على السويتش ده حاجه اسمها ايه؟ ترانسبيرنت، جهاز شفاف. صح كده؟ مش ده اللي كان بيحصل؟ هناخد مع بعضنا حاجه اللي اسمها الاسبانينج تري بروتوكول. الاسبانينج تري ماس سيلكت وان رو بريدج، الشبكه كلها بص يعني هي تجيب بنات تحطهم في ريسبشن ما يبطلوش كلام، ما والله ما بطلين كلام بلا ساعه تبدا تتكلم. وان رو بريدج. تمام. وان رو بريدج يعني في الشبكه كلها بختار سويتش واحد اخليه ايه؟ وان رو بريدج. كل سويتش من السويتشات اللي ما اخترناهمش ان هم روت بيختار نفسه ايه؟ رو بورت، عشان يوصل بيه للرو بريدج. في كل سلكه يا معلم بيبقى فيه حاجه اسمها ايه؟ ديزاينيتد بورت. مش ده الكلام اللي احنا عملناه مع بعض دلوقتي؟ يبقى تاني احنا اخترنا اول واحد ده الروت بريدج بتاعنا. تمام؟ ده الروت ايه؟ ده الروت بريدج بتاعنا. الروت ايه يا جماعه؟ الروت بريدج. يبقى هو ايه يا جماعه؟ في عندنا سويتش روت بريدج، وبعدين كل السويتشات التانيه بتختار لنفسها بورت عشان توصل بيه لمين؟ للروت بريدج ده. الروت بورت ده اخترناه بناء على ايه؟ على حاجه ثابته اسمها ايه؟ الكوست. صح كده؟ ده هو لسه بيفتح في المواضيع. طيب في كل سلكه قال لك لازم ان يكون في واحده اسمها ايه؟ ديزاينيتد بورت. تمام. السلكشن يا معلم قال لك اقل بريدج اي دي هو اللي بختاره يبقى الروت بريدج. اقل واحد رقم بطاقه عندنا بختار روت بريدج. طب هو رقم البطاقه بتاع السويتش بينحسب ازاي؟ بينحسب بحاجه اسمها البريوريتي وحاجه اسمها الماك. حلو. يبقى كل سويتش له رقم بريوريتي ورقم ماك. تمام كده. طيب ده بستخدمه علشان اتخذ مين؟ الروت بريدج. طيب بختار الروت بورت بناء على ايه؟ الباس كوست. طب بختار الديزاينيتد بناء على ايه؟ البريدج اي دي تاني من اللي قطع عنده. صح كده؟ طب تعال نشوف الكلام ده، تعال نشوف الكلام ده واحده واحده كده. بيقول لك الديفولت فاليو كل سويتش يبقى له بريدج اي دي. البريدج اي دي ده هو بيبقى عباره عن بريورتي وايه؟ وماك. البريورتي دي عباره عن 2 بايت. الديفولت بتاعها كام يا جماعه؟ 32768. طب والماك؟ انتوا عارفين شكل الماك ادرس عباره عن 12 رقم هكس ديسمال. ايه؟ بينحجز في 2 بايت. بص كده، مش احنا عندنا الماك ادرس، الماك ادرس بتاعنا بتاع السويتش، الماك ادرس اسف، الماك ادرس كان كام بايت؟ حد فاكر؟ كان 12 هكسا 6 بايت. واحنا حاجزين كمان في البي بي ديو 2 بايت اللي هم 16 بت يعني.
مش احنا قلنا البريورتي ديت عباره عن 0 لحد 65536. البريورتي الرقم ده بيتخزن فين؟ في 16 بت اللي هما 2 بايت. فهمت يا باسم؟ الرساله ذات نفسها فيها 6 بايت للماك و2 بايت لمين؟ للبريورتي. طب رقم البريورتي ده كام باي ديفولت؟ 32768. ده في سيسكو. حلو الكلام كده؟ اهو البورت ايه؟ البورت بريورتي بيبقى 32768. سيبك من البورت بريورتي ده دلوقتي. بيبقى في عندنا حاجه اسمها الباس كوست. ايه الباس كوست دي؟ ده حاجه كوميوليتيف. كوميوليتيف يعني يا جماعه بتزيد كل ما عدى من على بورت يزود الايه؟ الكوست بتاعه. ادي الكوست اهو بيقول لك لو انت خارج من 10 ايثرنت عاديه ب 100 ميجا. طب لو انت خارج من فاست 19. طب لو انت خارج من جيجا ب 4. طب لو انت خارج من 200 جيجا بايه؟ 2. ناخد رسمه كده ظريفه هو معقدها علشان نطلع منها كل حاجه فيه. جميله هتوضح لك كل حاجه. بص يا سيدي مين في دول كده نختاره يبقى ريس باعتبار ان البريورتي متساوي؟ ايش معاكم؟ هو انا معاكم الاخر اهو. الايه؟ الدي؟ ليه الدي؟ ليه السي؟ لا ركز كده ركز. زيرو 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 سي كلهم زيرو زيرو سي اهو تمام؟ طيب وبعدين الايه بدايته واحد؟ في حد تاني بدايته واحد؟ يبقى هو ده الرايس. فين؟ دي هنا؟ 321 يا عم الحاج. ايه؟ ولا اربع وحايد؟ ايه دي ب 10 مش بواحد صح؟ يبقى الروت ايه؟ ده روت بريدج اهو. يبقى احنا خلاص يا جماعه هننتخب الايه ده روت بريدج. طب تعالى شوف كده احنا ماشيين صح ولا غلط. ادي المكان بتاعتهم الثلاثه اهو. حلو محطوطين تحت بعض اهو. شايفين؟ تمام؟ هينتخب مين الراجل؟ الايه؟ قال لك هو ده مين؟ الرايس. ليه يا عم؟ اصل ده اقل ايه؟ اقل بريدج اي دي. تمام؟ طيب بعد كده كل واحد منهم هينتخب لنفسه مين؟ روت بورت. طب تعال نرجع للرسمة احنا بقى وننتخب الروت كده ونشوف احنا هننتخب صح ولا غلط. السي يطلع من العشرة العشرة بمية ولا يمشي كده يا عم؟ ده بمية اهو اللينك ده بمية يا شباب. ولا يمشي كده الالف اللي هو الجيجا بكام؟ باربعة. وبعدين ياخد 19 ده اللي هو ايه؟ ده 10 ميجا. 10 ميجا تكلفته 100 صح كده؟ مش احنا قلنا اهو ال 10 ميجا تكلفته 100 تكلفته 100. ال 1000 ال 100 ميجا تكلفته 19. ال 1000 4. ال 10000 2. فده تكلفته 100 اهو. طب ده تكلفته 4 مع كام؟ مع 19 اللي هو كام يعني؟ 23. طب ما ينزل من تحت يا عم ده 19 مع 100 يمشي يا مصطفى كده؟ لا ما يمشيش. لا يبقى ياخد كام؟ 23. يبقى بالنسبه للسويتش الاولاني ده يا شباب اهو اهو بالنسبه للسويتش الاولاني ده اهو انا عندي البورت اللي ابو 23 ده اللي هيبقى ايه؟ هيبقى روت بورت صح؟ بالنسبه للسي. طب للبي حد يجيب البي بقى؟ ده كده لو مشي كده 19. طب لو مشي كده 4 مع 100 لا ما تجيش. هي كده شغال؟ يبقى ده الروت بورت بتاعنا. يبقى ده الروت بورت اهو اللي هو ده وده ايه؟ الروت بورت. طب الدي؟ الدي يمشي كده ولا يمشي كده؟ طب لو مشي كده هتبقى كده 19 مع 4 23 مع 19 ولا يمشي كده 100 مع 19 كده؟ يبقى ده الروبورت بتاعي. طب يا معلم بقى بص اللي تحت. لو مشي كده لو مشي كده 19 قلت 19 يبقى كده 33 34 ايوه هيمشي كده. طب ما تعد لما تشوف الثانيه يا اخوي. ما هو هيمشي 11
ويطلع كده برضو وماله صح ولا لا؟ ها يعني لو مشي كده ولا كده 19 عادي كده 19 زائد 19 زائد الحتة دي 4 زائد كام؟ 19. طب ما هو لو مشي كده برضو يا عم باسم 19 مع 19 مع 4 مع 19 انا جايبك عشان اوقع حالك بقى اوقعك فيه. لو في سويتش عنده بورتين بنفس الكوست يعمل ايه يا محمد؟ ياخد اقل بورت اي دي. يعني لو عنده 0 على 1 و 0 على 2 ياخد 0 على 1. يبقى الراجل ده هينتخب مين؟ هياخد مين عنده؟ هياخد 0 على 1 اهو هياخد 0 على 1 ده ايه؟ الروت بورت. يبقى تاني لو تساوى الباس كوست بناخد مين؟ اقل لوست بورت ايه؟ اي دي. يعني لو عندك 0 على 1 و 0 على 2 تاخد مين؟ 0 على 1. وده اللي كانت الحته المكتوبه هنا وانا قلت لك ايه سيبك منها دلوقتي اللي هي البورت بريورتي. كل ما الرقم بتاع البورت قل كل ما كان احسن. اللي هو البورت البورت او البورت اي دي يعني. البورت نمبر 0 على 1 ولا 0 على 2. تمام؟ طيب تعالى كده نشوف نكمل نشوف اللي احنا عملناه ده صح ولا غلط. ده خلاص خلصنا ان انت اتخذنا دوت ان هو روت بريدج وبعدين الروت بورت. بيقول لك سويتش بي هيستخدم اللينك تو اي وسكوس 19. اهو الراجل ده بي هياخد اللينك ده على طول اهو اللي هو ده اللي احنا اتخذناه ده. طب سي هياخد اللينك سي بي اي صح كده؟ اهو تعالى نشوف كده صح ولا غلط. السي هياخد الكوست بتاع مين؟ ثرو البي وبعدين يروح للاي صح الكلام؟ 19 مع 19. طب الدي الدي هياخد هنا واحد الدي 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 اهو يا عم الدي خد اللي هو سي بي اي صح كده؟ اهو سي بي اي اهو الدي بيقول لي هيطلع ثرو السي تو اي ليه يا عم؟ اصل ده 119. طب الاي ذا لوست كوست ذا سيم لان الاثنين زي بعض صح اللي هو الدي اللي كان تحت ده لان الاثنين زي بعض هناخد مين؟ هناخد الزيرو على واحد لانه لور ذان مين؟ زيرو على اثنين. يبقى لما بيساوي البورت لما بيساوي الكوست بتاع المسار باخد اقل ايه؟ اقل بورت اي دي. تمام؟ الخطوه الثالثه بقى الخطوه الثالثه معلش ها الخطوه الثالثه هننتخب حاجة اسمها designated board. تعال كده ننتخب designated board عند كل واحدة. المفروض كنا يبقى معاك ورقة وقلم ونشتغل مع بعض بس يلا مش مهم. أدا روت بورد يبقى اللي قدامي هنا إيه؟ designated board. طب ده روت بورد يبقى اللي قدامه هنا إيه؟ لا هنا مش روت هنا مفيش خالص صح؟ يبقى الإيه ولا السي؟ اللي يبقى عنده زينته مين اللي يقطع من عنده؟ لا الاي اقل انا اقطع من عنده لان السي اكبر مش السي ب 12 والاي ب 10 تمام؟ طيب ده روت بورت يبقى اللي قدامه على طول ايه؟ انا عايز اقول لك على حاجه باي ديفولت كده من غير ما تعمل حساباتك كل البورتات بتاعت الروت بريدج ديزاينيتد كل البورتات بتاعت الريس ايه؟ ديزاينيتد حلو؟ من غير ما تعمل حسابات كده. طيب ده روت يا بسوم يبقى اللي قدامه ايه؟ ديزاينيتد. حلو؟ طب الراجل ده لا روت ولا ديزاينيتد. يبقى هنا ديزاينيتد ونقطع عند مين؟ عند الدي. تمام؟ اهو بس لسه هنكمل. طب ده روت يبقى اللي قدامه ايه؟ طب الراجل ده يبقى اديله بيديو مع بعض. ده ديزاينيتد وده نون ديزاينيتد نقطع من عنده نون ديزاينيتد بورد. يبقى انا قطعت كام مره عشان اقطع ريدندنت؟ ادا واحد ادا اتنين تلاته. تعال شوف بقى الرسمه بقت شجره بقى اهي. بص اهي بعد القطع وكل الكلام ده انا عايز اوريك الرسمه في الاخر اهي. قطعنا اهو من تحت يا معلم صح؟ وخلينا فوق ديزاينيتد. قطعت منين اهو يا معلم وخليت اللي فوق ديزاينيتد
قطعت منها يا معلم وخليت فوق الزنيت. اي سويتش دلوقتي يا محمد فوزي يقدر يوصل لاي واحد تاني عن طريق طريق ايه؟ واحد. انت عملت شجره اهو، الجذع بتاع الشجره فين اهو؟ ده الجذع بتاع الشجره صح. والراجل ده متوصل بكل السويتشات عن طريق مين؟ طريق واحد بس اهو. هو ده اللي السويتشات بتعمله، بتعمل لك شجره. طب الطريق ده هل مقطوع؟ هو مش مقطوع، هو معمول له بلوكينج وبيجي له رسائل عادي جدا بس ما بيعملش حاجه، منتظر الطريق البرايمري ينقطع يقوم لوحده ايه؟ شغال اوتوماتيك. عامل زي مين؟ زي الراجل بتاع المزلقان. واخد لي بالك؟ المزلقان مقطوع خلاص كده، لما القطر بيجي بيعمل ايه؟ بيقفل بالظبط. تمام؟ خلاص كده. طيب البريدج بروتوكول داتا يونت بقى اللي احنا قلنا عليه اللي هي البي بي ديو، مش احنا قلنا ان السويتشات بتبعت بعض رساله اسمها بي بي ديو؟ لها نوعين، اللي بتنبعت كل ثانيتين دي بيسموها كونفيجريشن بي بي ديو. ده بتنبعت منين؟ فروم روت توورد تو داون ستريم سويتش لتحت صح؟ في الاول بس، اول ما انت بتخش النتورك تبعتها، لقيت واحد ليك رئيس يا معلم تقعد تسمع له ما تعملش حاجه تاني. طب لو حصل تشينج بقى، لو حصل عطل، لو الكابل الرئيسي انقطع، ايه اللي بيحصل؟ ازاي بيخش على الباك اب بقى؟ يعني لو احنا عندنا دلوقتي الكابل ده انقطع، على طول السويتش ده يقوم باعت للراجل ده رساله اسمها تي سي ان توبولوجي تشينج نوتيفيكيشن، الطريق انقطع يا معلم نور الطريق بتاعك الباك اب. فالراجل ده على طول ينور الطريق بتاعه ويبعت للروت ايه؟ تي سي ان. اول ما الروت يجي له تي سي ان ياخد التي سي ان دي يبعتها لكل الشجره، اعملوا حساباتكم من اول وجديد، في تغيير عندنا في الشجره. تاني بقى في واحده تانيه يا جماعه بتنبعت من اي حد اسمها التوبولوجي تشينج نوتيفيكيشن. دي بتنبعت امتى؟ دي بتنبعت من تحت لفوق. لما بتنبعت امتى؟ لما اللينك يحصل فيه قطع، لما البورت يتحول للفورورد ستيت هو كان ديزاين ديزاينيتد بورت، يعني حصل تشينج. يعني لو السويتش ريسيف تي سي ان من جاره، يعني ايه؟ بصوا ده سويتش اهو وده سويتش اهو البديل وده سويتش اهو، اهو احنا مربطين الدنيا دي ببعضها ريدندنت اهو اهو اهو. الطريق اللي شغال كان ده، كان ده، ده اللي شغال عندنا اهو، كان في هنا قطع وفي هنا ايه قطع اهو. الطريق ده هو شغال راح حصل فيه فيلير هنا، فده كده بقى معزول يا محمد. فعلى طول عند البورت اللي عنده قطع ده يبعت تي سي ان، بيبعتها في اتجاه مين؟ الريس. فده ياخد التي سي ان ويعمل ايه؟ يبعت تي سي ان في اتجاه الريس اهو. فالتي سي ان اللي جت من 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 الناس دي من كذا طريقه اهو توصل لمين؟ للريس. فالريس يبعت بي بي ديو جديده يقول لهم اعملوا حسابات من اول وجديد، بروتوكول بي بي ديو اهو، اعملوا حساب من اول وجديد، ويفتح اللينكات الباك اب بقى عنده ويشوف فين الريدندنت ويقطعه. يبقى احنا عندنا كام نوع من الرسائل بتاعتنا؟ البي بي ديو العاديه اللي بتنبعت عشان اعمل بها سيلكشن للروت بريدج وبقول ان الراجل موجود وكلام من ده، بيسموها كونفيجريشن بي بي ديو. وفي بي بي ديو بتنبعت لما بيحصل تشينج اسمها توبولوجي تشينج نوتيفيكيشن. حلو الكلام؟ ايه؟ اللي هي التي سي ان. دي بتنبعت امتى؟ لما يحصل تشينج. وبتنبعت من تحت لفوق، اما البي بي ديو الثانيه بتنبعت ايه؟ من الروت للايه؟ للفروع. حلو كده؟ طيب. من تحت لفوق ولا من اول؟ من اول اللي حصل عنده القطع، اللي حصل عنده القطع واللي ده يبعتها اللي قبله ده يبعتها، احنا رايحين فين دلوقتي؟ رايحين للروت. صح كده؟ بيقول لك ايه بقى؟ التي سي ان ريسيف، في عندنا قبل ما نشوف التي سي ان ريسيف دول، في عندنا ثلاثه تايمرز. واحد اسمه هالو تايمرز، واحد اسمه فورورد ديلي تايمر، واحد اسمه الماكس ايج تايمر. واحد ثانيتين
واحد 15 ثانية وواحد 20 ثانية. قبل ما اقولكم السلايد اللي فاتت دي تعالى افهمكم التلاتة زي مرسول. هل السبانينج تري بروتوكول زي ما خدنا مع بعض دلوقتي اهو السبانينج تري بروتوكول رول اللي هو مين يا جماعة؟ النون ديزاينيتد بورد اهو والديزاينيتد بورد صح الكلام اهو والروت بورد بس يا سيدي دول بسميهم السبانينج تري رول. اما البورد بقى يا معلم في حاجه اسمها سبانينج تري بروتوكول ستيت الحالات بتاعته دي الادوار ودي الحالات. البورد بتاعك اول ما بنشغل السويتش بيبتدي بالبلوكينج ستيت بيبقى مقفول واللون بتاعه اورنج زي ما انتم شايفين كده. اول ما البورد بحط فيه الكابل حلو كده يبتدي ينقل من البلوكينج ستيت لحاله تانية اسمها الليسننج. الليسننج ستيت دي يقعد يسمع الرسائل من السويتشات اللي جنبه بس. البورد يقعد يسمع بس ما يعملش حاجه. بيقعد فيها قد ايه يا محمد؟ 15 ثانيه يسمع. بعد ما يسمع يبتدي يخزن المكان بتاع السويتشات اللي جنبه في الماك ادرس تيبل بتاعه. فده بيسموها ليرنينج. ليرنينج ايه؟ ستيت. بيقعد في الليرنينج ستيت قد ايه؟ 15 ثانيه كمان. طيب بعد ما يقرا كل اللي جنبه يبدا يعمل ايه؟ فورورد. يخضر بقى. وعلشان كده انا كنت بقول لك ايه؟ يا جماعه البورت بيخضر بعد 30 ثانيه. 15 ليسننج و15 ليرنينج. هل دلوقتي اللي جاي من جنب بقى يعرف ايه؟ والله السويتش ايه موجود على البورت رقم 0 على 1، السويتش بي موجود على 0 على 2. تخزين اللي جنبه، تخزين المكان بتاعت اللي جنبه. تمام؟ اهو فاحنا لو جبنا هنا اهو سويتش اهو عندنا هتلاقي الدنيا دي بتحصل لها كونفرجنس بعد 15 ثانيه اهو. ادي الثلاثة اهو بعد 30 ثانية اسف اهو. اهو يا معلم لا انا ما عملت كده اهو عملت غلط ماشي. اهو 0 على 24 مع 0 على 24 وده يا معلم 0 على 23 مع 23. المفروض بقى نحسب كام؟ 30 ثانية بالظبط ونبتدي نحسب لهم هتلاقيهم بيختاروا بعد 30 ثانية. اهو انا كنت طبعا بجري واقوم اعمل ايه؟ فاست فورورد من تحت خلص يا عم. لا هو المفروض دلوقتي يقعد 30 ثانية على ما الدنيا تنور معانا وايه والبورتات الفورورد فورورد والبورتات اللي اختار هيقطع من عنده اللي هو النون ديزاينيتد يختاره. تمام؟ اهو بدأ الدنيا تجيب قماشة اهي 30 ثانية بدأوا يخلصوا معاهم. حلو لسه بيخلص. بس احنا كده ممكن الهندسة ممكن نتحكم فيهم لغاية ما ندخل كومنتات ولا حاجة يعني. هو بيحصل مثلا احنا بنحسبها تمام وبرجع في الاخر لو الباك متساوي كده كده البريورتي متساويه. لو كده بقى مثلا البورت ده واحد على 0 على 24 احنا ممكن نحدد فيه يعني ممكن ما نبعدش قوي ونحطه في واحد. ازاي الرسمه اللي فاتت كان هنا 0 على 1 و 0 على 2. ما هو مش هيروح 0 على 1 0 على 2 يا ابو حميد الا لما القوس بتاعهم يتساوى. لما يتساوى بقى هنا عمر القوس ما يتساوى عمره لان الطريق ده اطول من ده امتى هيتساوى؟ لو كده جميل زي كده اهو اهو اهو. هنا بقى يخش ايه حكايه البورت اي دي لان القوس هيبقى متساوي. فهمتني؟ طب البورتات دي يا جماعه البورتات دي حصل فيها ايه؟ البورتات دي يا معلم السبانينج تري اختارها بقت بلوكينج مش بعد الليرنينج او بعد الفورورد. ممكن البورت بتاعك يخش في البلوكينج تاني؟ ازاي؟ اهو بص يا صلصه ده انقطع اهو. شايف اللي مخدر تحت ده؟ اللي مخدر ده اهو انقطع اهو. ما هو كان فورورد صح؟ وده كان بلوكينج. ايه اللي حصل فيه؟ ليسننج وليرنينج وفورورد لحد ما نور. طب ده رجع
بعد ما كان فورورد هيقلب بلوكينج تاني اهو. شفت على طول عمل ايه؟ يبقى ممكن عندك البورت بتاعك يبقى في الفورواردنج ستيت ويقلب ايه يا معلم؟ بلوكينج ستيت لو برايمري جديد انضاف احسن منه. يبقى انا عايزك بقى ايه تفهم كده، عندنا البورت بتاعنا اول ما بحط فيه الكابل بيبقى البلوكينج، وبعدين يقلب على طول ليسننج يقعد فيها 15 ثانيه. الليسننج ده يعمل فيه ايه؟ يسمع بس الرسائل من جرينه على البورتات بتاعته. طيب كمان 15 ثانيه يبدا يسجل الناس عنده في الماك ادرس تيم. خلاص كده كده انقلب بقى ايه؟ بقى فورورد اخضر. او ممكن نكون اخترناك ان انت هتطلع من عندك نون ديزاينيد فتقلب من فورورد لمين؟ للبلوكينج تاني. طيب الدنيا ماشيه زي الفل ولا لا؟ ماشيه زي الفل، مفيش فيه مشكله اهو. مين اللي بيبعت بقى بي بي ديو هنا يا معلم؟ مين اللي بيبعت بي بي ديو هنا دلوقتي؟ خلينا بقى بايه برجل واحده اهو عشان تبان قوي. مين اللي بيبعت بي بي ديو؟ الريس. فين الريس؟ الريس ممكن يكون ده او ده، بس هو تقريبا ده صح كده، ده الريس اهو. تعال نشوف حتى سيميوليشن. انا طبعا في كوماندات هقول لكم عليها توريكم مين الريس. اهو 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 هو الريس اهو اهو بيبعت اهو اهو. شايف؟ شايف يا محمد؟ تمام، ده الريس عندنا اللي عمال يبعت ده، هو ده الريس. حصل قطع بقى تك، فين يا معلم؟ حصل قطع هنا. شفت اللي حصل؟ ها؟ طب مش معنى ده اللي بعت، مش معنى الرئيس اللي بعت، لان القطع حصل عنده صح كده؟ طيب تعال نبعد الموضوع شويه، تعال نبعد الموضوع شويه. يعني ايه؟ يعني نعمل ريدندنت بعيد عن الرئيس بشويه اهو. ينفع كده؟ ينفع نجيب سويتش تاني هنا؟ استاذنكم نجيب سويتش تاني هنا كده عشان نشوف الموضوع هنا، ونحط ايه يا معلم؟ ونحط لينكات ريدندنت اهي. يلا نعك الموضوع اهو اهو. سيميوليشن اهو، عايزينهم ينوروا. حلو قوي. مين الريس هنا؟ عايز اشوف مين الريس. تعالى بس كده نشوف اهو. لا يا عم ده لسه واحد اهو، شايفين؟ لسه واحد اللي بيبعت. هيحصل قطع فين بقى؟ هنقطع هنا اهو. يلا شوف الرسائل اللي بتنبعت دي، اللي بيدول عادية بتاعتنا تمام. دي كلها كونفيجريشن ايه؟ بيدول عادية. شوف لحد دلوقتي الدنيا لسه ما نورتش اهو. بس انت شفت النوتيفيكيشن دي الحمراء دي؟ شايفينها؟ دي اللي بيقولوا فيها ان اللينك انقطع، انما بنفس دي الاسبانج جيتار العاديه. لحد الان الدنيا لسه ما نورتش اهو. المفروض نقعد ايه؟ نقعد لحد كام؟ لا مش 30 يا معلم، 30 دي لو انت لسه داخل جديد في الشبكه. تقعد 50 ثانيه. فاكرين لما قلت لكم 50 من 30 ل 50 ثانيه؟ ايه بقى ال 50 ثانيه دي؟ لما اللينك عند حضرتك بينقطع، هو المفروض البي بي ديو بتنبعت كل كام ثانيه؟ كل ثانيتين. فانا بنتظرك 10 مرات دول. فاكرين الهولد داون تايم؟ هنا عندنا يا معلم اسمه الماكس ايج. بنتظرك 10 مرات يعني 20 سكند. بنتظر 20 ايه؟ 20 سكند. وبعدين ابتدي تاني ابدا ليسننج وليرننج من اول وجديد. 15 و15 وعندك 20 يبقوا 50 ثانيه. هو ليه بيعمل كده؟ بصوا السويتش اهو، وده السويتش تاني اهو، وده اللينك ده اهو. هنا ايه؟ هنا البورت 0 على 1. مش بيعمل سجل عندنا 0 على 1، موجود جنبه الايه؟ وحالته ايه؟ دايناميك، لانه متعلمه لوحده ترانك دايناميك صح؟ الدايناميك ده السويتش كان بيحتفظ بيه لمده قد ايه؟ حد فاكر؟
البور الماك ادرس اللي منوع دايناميك كان البورت بيحتفظ بيه لمده قد ايه؟ كان محتفظ بيه لمده 300 ثانيه، حاجه اسمها الايجنج تايم. صح صح يا معلم. طيب كان في عندك سويتش هنا كمان مربوط بمين؟ بزيرو على اتنين، اهو زيرو على اتنين موجود عليه الماك بي برضو دايناميك، وبعيد عليه كم ثانية؟ 300 ثانية. اللينك الاساسي فين في دول؟ هفترض ان اللينك الاساسي عندي في دول اللي هو اللينك ده، ده اللي شغال وده اللي قاطعين عنده. طيب لما بيحصل فيلير خلاص ما عادش في بي بي ديو جالي من هنا صح، فده بنتظره 20 سكند وبعدين انور ده على طول بعد كام ثانيه؟ 20 ثانيه. ادخله بلوكينج وليسننج وليرنينج، بس الراجل هنا موقفني لمده كام ثانيه؟ 300 ثانيه علشان يمسح البي من عنده. لا يا معلم، الماكس ايج ال 20 ثانيه دول اول ما اللينك ده بينقطع بنتظره بس 20 ثانيه واشيله من عندي، وده ما عادش موجود خلاص. فلو انتظرته 300 ثانيه مده كبيره جدا ان ناخد الطريق الباك اب. فاكرين لما كنا بنقول 300 ثانيه او 5 دقائق؟ فالماكس ايج ده هو بيخلي التايمر بتاع الايجنج تايم ده هو يتحول لزيرو عشان اشيل مين؟ الريكورد ده من عندي خالص. وده دخله فين؟ في البلوكينج. بعد كام ثانيه؟ بعد 20 ثانيه، ما انتظرش 5 دقائق. يبدا البورت بقى يعمل ليسننج وليرنينج قد كده من 20 15 وكمان 15 بقوا مين يا جماعه؟ 50 ثانيه. فلما اللينك بتاعك بينقطع بياخد 50 ثانيه علشان ينور اخضر. لو لسه انت باين الشبكه بتاعتك ولسه بتحط سويتش جديد بيقعد كام ثانيه؟ 30 ثانيه بس. اهو يعني انا دلوقتي لو ده جه رجع اهو اهو هتلاقي ده كان فورورد راح قلب ايه؟ بلوكينج على طول. ده هياخد بلوكينج ليسننج ليرنينج 30 ثانيه على طول وهينور 30 ثانيه بالظبط، ده هينور. تمام. اهو نور عندي اهو. هل لو انت قاطع بقى اللينك ده، اللينك ده هيقعد 50 ثانيه علشان ينور معاك. في مشكله كده عند حد؟ ودول الثلاثه تايمر اللي احنا بنتكلم عنه، الهالو تايمر اللي هو الوقت اللي ببعت فيه بي بي ديو كل 2 سكند، الفورورد ديلي تايمر هو الوقت اللازم عشان اتنقل من الليسننج للليرنينج 15 ثانيه، وعشان اتنقل من الليرنينج للفورورد بقعد كام ثانيه؟ 15 ثانيه. فده بيسموهم الفورورد ديلي. ال 20 ثانيه دول ده اللي بنتظر فيه الفيديو، لو ما جاتش في خلال 25 ثانيه ابدا احوله لايه؟ ليسننج وليرنينج وهكذا. اهو بيقول لك انا لما بيحصل عندي بلوكينج بنتظره 20 ثانيه وبعدين 15 ثانيه ليسننج و15 ثانيه ايه؟ كمان فورورد علشان احول اللون الايه؟ اللون الاخضر. طيب سيسكو بقى هتسكت؟ ده كان الاستاندر. سيسكو عملت نفسها واحد جديد من الاسبانينج تري اسمه بير فيلان اسبانينج تري. تعال نقوله في الفيديو التاني، تعال نطلع الفيديو ده ونقوله في فيديو لوحده.